السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي الكرام متتبعين وزوار قناة تعليم الكهرباء من الصفر. في حلقة اليوم إن شاء الله سوف أتطرق إلى شرح طريقة حل مشكلة رمز الخطأ H6 كما راكم تشوفوا في هذا الشاشة. هذا يعني كما راكم تعرفوا كامل هذا يعني مكيف الهواء كوندور. يعني كاين بزاف لي المتتبعين اللي بعثوا لي أكواد يوميا، نقول لهم برك صبروا إن شاء الله نحاولوا باش يعني نجاوبوا على جميع الأكواد. إذا لقينا على كل حال يعني مكيفات بأنواع يعني مختلفة، إذا ما لقيناش إن شاء الله يعني نديروا لا فيديو نشرحوا الأكواد يعني مام على هذا يعني الكليماتيزور. بصح نقول لكم واش ديروا في يعني في المكيفات الأخرى. إذا هذا المشكل واش يقول، أو هذا الكود هذا رمز الخطأ واش يقولنا؟ يقولنا يعني عندنا مشكل في مروحة يعني القطعة الداخلية أو مروحة الدفع، ولكن كل واحد كيفاش يسمو له. هذه هي يعني عندنا مشكل في محرك الخاص بهذا المروحة، يعني المحرك الخاص لهذا المروحة راه لهنا او الدينامو او كل واحد كيفاش يسمو له. المهم عندنا مشكل لهنا. يقدر يكون المشكل يعني المحرك الخاص به ما يمشيش يعني محروق، ولا كاين مشكل في لا كونيكسيون برك، يعني ما توصلش الكهرباء الى هذا المحرك، فبالتالي يديرنا هذا المشكل. هو يعني يستنى باش يمشي، يستنى يعني كينشعلوه يعني يتمبوريزي الوقت يسي باش يديماري، ما يديماريش فمن بعد يديرنا هذا الكود. اذا كما راكم تشوفوا يقدر يكون المشكل كما قلت لكم في هنا يعني في لي كونيكسيون، لازم تنحيو كاع هذا المحرك يعني تستيو هذا المحرك، ولا قبل ما تنحيو اي حاجه لازم تفيريفيو لي كونيكسيون تاعكم، يعني تنحيو هذا الكارت او اللوحه الالكترونيه هذه تشوفوا لي فيش تاع هذا المحرك. كما راكم تشوفوا لهنا، هنا نحينا هذا الفيشه باش برك تشوفوا يعني هذا الكود. كما قلت لكم هذا حسب الطلب للمتتبعين الكرام. اذا كما راكم تشوفوا لو كان نرجعوا هذا الفيش يعني يروحنا هذا المشكل. اسمحوا لي ان نرجعوها ومن بعد نوليو. اذا كما راكم تشوفوا رانا رجعنا لافيش الان سينيالي، يعني يتمبوريزي ايضا شويه باش يولي يرجع لحالته العاديه، يعني باش يولي يمشي نورمال. يعني فيشينا هنا لا تمبيراتور او درجه الحراره يعني اللي كاينه في هذه الغرفه. كما راكم تشوفوا الان راهي رجعت، يعني الان راهي تفيشينا 25 درجه يعني درجه حراره، يعني رجعت راح هذا الخطا H6. وايضا كما راكم تشوفوا المروحه تاعو راهي بدات تمشي يعني نورمال، فبالتالي يعني المشكل راح. كما قلت لكم اذا الحاجه اللي ديروها الاولانيه قبل ما تنحيو لا المحرك لا والو، انتم تروحوا تنحيو هذا الكارت يعني او اللوحه الالكترونيه الخاصه للمكيف بكم. اذا ماشي كيف كيف يعني اللوحه الالكترونيه الخاصه بكم مثل هذا الكارت، يعني تروحوا مثلا تبداو من هذا المحرك او هذا الدينامو، يعني تتبعوا الاسلاك تاعو وين رايحين. انتم قبل ما تديروا اي شيء تسيو وتحركوا هاد لي فيش قبل يعني، وتزيروهم مليح وتفيريفيو هاد الاسلاك يعني اذا ما كانش مقطوع كاش واحد فيهم ولا. فمن بعد يعني كي تخلصوا كاع هادو سيو، اذا راح هاد المشكل راح، اذا ما راحش دونك عندكم يعني مشكل في المحرك او في الدينامو. الى هذا لقد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، للحلقه القادمه ان شاء الله.